يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل لا بد من الترتيب في كفارة اليمين، ومن هو المسكين الذي يطعم؟ الترتيب بين كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير وفيها ترتيب، فيها تخيير وفيها ترتيب، تخيير بين الخصال الثلاث، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه مخير فيها. فمن لم يجد واحدة من هذه الثلاث فإنه ينتقل إلى الصيام، هذا الترتيب، لا ينتقل إلى الصيام وهو يقدر على التكفير بإحدى الخصال الثلاث. نعم. يقول حفظك الله، بقية السؤال، ومن هو المسكين الذي يطعم؟ المسكين هو الذي عليه نقص في كفاية، لا يجد شيء أو يجد قليلا من الكفاية، هذا المسكين. نعم.